سؤال يتعلق ب في بعض اللاعبين سيخوضون انتخابات مجلس النواب القادم، وأحمد حسن يعلن عن ذلك كثيرا، لكن حتى الآن لم تخوض الانتخابات. هل في نية انك تخوض انتخابات مجلس النواب القادم؟ هو للتوضيح بس، انا عمري ما اعلنت ان انا اخوض انتخابات مجلس الشعب. لا ده كتير. مش يعني كل قال ان انت عملت جولات في لا لا خالص في بلدك خالص. لا لا خالص، لا لا خالص. هو يمكن طبعا انا طلب من اكتر من حزب سياسي طبعا ان انا انزل على القوائم، يعني القوائم اللي هي الاحزاب اللي موجوده واحزاب معروفه لدى الناس كلها. الحاجه الثانيه يمكن في الصعيد طبعا الحمد لله يمكن نظرا للعلاقه الطيبه اللي مع كل اهلي هناك في بلدي، فالناس حابين ان انا اخوض انتخابات مجلس الشعب. انت من المنيا؟ بالظبط، من المغاغه، من المنيا. انما انا بالنسبه لي الموضوع لا يستهويني لا من قريب ولا من بعيد، ويمكن حتى لما يمكن ناس كتير اتكلمت وناس كتير اعلنت ان انا هنزل وانتخابات مجلس الشعب، وانا قلت لا، انا الموضوع بعيد تماما عن تفكيري. لما تم الترشيح انا ما ترشحتش خالص انتخابات مجلس الشعب، يعني انا ما ترشحتش ولا هتخوض الانتخابات القادمه. ما اعتقدش الموضوع بالنسبه لي لا يستهويني، وانا مش حابه، رغم ان مويس عليا ضغوط كتير ان انا انزل انتخابات مجلس الشعب. اكيد اهل بلد يقول لك ايه، ما نستغل نجوميتك وعلاقاتك في خدمه اهل البلد. مظبوط، يعني ده جزء كبير، ويمكن كمان حتى بعض الاحزاب القويه الموجوده دلوقتي على الساحه رؤسائها ناس كتير اتكلموا معايا بشكل رسمي ان انا انزل يعني تبع الاحزاب دي وكده، ولكن انا كنت بفضل ان انا يعني اعتذر للجميع. نفس الشيء اللي انت قلته طبعا في البلد، ان الناس كلها حابه ان انا اكون موجود، والناس حابه ان يكون في وجوه جديده، حابه ان يكون في ناس فعلا تخدم بشكل جدي، عندها قبول عند الناس. انما هي الفكره كلها فكره انت حابب ولا لا، انت تقدر تخدم حتى لو انت مش موجود في 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 مجلس الشعب. يعني مش لازم تدخل مجلس الشعب عشان تخدم، يعني بالظبط. يمكن انا بقدر اخدم، يجي واحد مكاني تاني، يبقى احنا الاثنين بنخدم مش واحد بس. يعني انا اقصد ان لو حد كويس ونأيده ويبقى موجود، بالعكس انا ما عنديش ادنى مشكله خالص. انما انا عمري ما اعلنت ان انا نازل انتخابات مجلس الشعب، لان انا يوم هعلن يبقى اكيد انا نازل انتخابات مجلس الشعب. ولكن انا موضوع صعب بالنسبه لي ان انا اخوض انتخابات مجلس الشعب. طيب.